من هنا تبدأ الرحلة، رحلة البحث عن لقمة العيش في مهنة هي السهل الممتنع، بداية بجمع الخردوات وانتهاء بتحويلها إلى منتجات تقبل البيع بأسعار رمزية قد تعتق صاحبها من أزمات الحرب وانقضاع الرواتب وركود الحالة الاقتصادية. نقوم بشراء الخزانة حق المياه الخربانة ونحولها إلى مياز، نقطعها إلى ماسة حق المطابخ، ونقومها بنحصل مصاعب كذا في الشغل حقها وعمل شقة تعتبر. رواج إعادة تدوير الخردوات في تعز في ظل الأزمة الطاحنة التي تعصف بالبلاد للعام السادس على التوالي، تعد إحدى أبرز المهن التي توسعت في الانتشار مؤخرا. هؤلاء الناس يقوموا بعمل جيد مفيد للمجتمع، لأنه يقوم بأخذ مخلفات الحديد من بقايا البراميل، بقايا الأتناك، هذه حق الجبن وإلى آخره، ويقوم بعمل منها أشياء مفيدة للأشخاص. تغطي هذه المهنة أجر عدد كبير من العمال، بدءا بجامع الخردة إلى مستقبلها في معمل إعادة التدوير، وصولا إلى يد الفني الذي يشكلها، مرورا بصاحب الطلاء وانتهاء بالبائع في السوق. دورة اقتصادية تنتقل البضاعة الرخيصة في عجلتها ويخرج الجميع منها برزق قد يكون قليلا، لكن القناعة تجعله كثيرا. نستفيد من البرامل هذه من قدمهم يعني تالفة، نقطعهم يعني بالمقص، نقطعها إلى ويصير صغار وشكلناه بشكل المياز للمطابخ لشوال زي كذا. وأهم العوائق إن يعني نواجه صعوبة بالبحث عن التوانك الحديدية. أدوات منزلية وصنادق وطاولات وغيرها من المستلزمات بإمكانيات متواضعة لا تكلف الكثير، لكن عناءها مضن، ومن يدقق في تفاصيلها سيجد برغم صغر مشروعها إلا أنها تبدد عتمة ليل حال الحرب الكئيب الذي ألقى بظلامه على كافة مناحي الحياة. فتعز بحق مثال للحياة كانت وما تزال وستظل.